مع إنه لما كانت رفيف موظفة وقبل ما تتجوز طبعاً كانت حياتها غير شكل. كانت تفيق كل يوم الصبح تتأنق وتنزل عالشغله. كانت واثقة بحالها وبشخصيتها القوية. وكانت بنت حلوة ناجحة بشغلة ومميزة. والكل كان يتوقع لها مستقبل غير شكل، وبوقت قصير تأهلت لتصير مديرة البنك بعد فترة. هيك الحياة بتخلينا نعيش أشياء ما كنا نتوقعها أبداً، وبتغير كل أحلامنا وطموحاتنا. وبدل ما تفيق رفيف كل يوم لتروح على شغلة، صارت تفيق لتعمل أكل أولادها. ألو، أنا، تفضلي. شو؟ طيب طيب أنا جاي فورا. ماشي. بيقولوا إنه الجنة تحت أقدام الأمهات، بس صارت الحياة بهالأيام بكل مشاكلها وهمومها من نصيب الأمهات. شو عاملين هالمرة؟ أنا ما فهمتكم لبقى تشاغبوا بالمدرسة؟ انتي امهم لهدول العفاريت؟ عفوا؟ وعاملة حالك ما بتعرفي كمان؟ سأليهم شو عاملين؟ شو هالترباية هاي؟ عمل الواحد لما بيجيب ولاد لازم يعرف كيف يربيهم. لك رح ينزعوا لي تربايتها للبنت. شو عاملين مع رفيقتكم؟ احكوا لشوف. انا عم بسألكم، ردوا علي، ليش ساكتين هيك؟ لك شو عاملين؟ احكوا. طبعا ما رح يردوا. ايه، لانه عارفانين حالهم غلطانين. احكي لها حبيبتي، يلا احكي لها شو كانوا عم يساووا معك قليلين التربايه هدول. حبيبتي والله اذا دري ابوك شو عم بيصير بالمدرسه ليجن جنانه، والله لا يذبحك انت وياهم ذبح. يا عيب الشوم على قله التربايه. ومشان الله ما تخليه يذبحنا. يعني مدام ما في داعي تكبري هالقصه، هدول اولاد صغار ومو عرفانين شو. انت لا تدافعي عنهم، هدول مو اولاد، هدول الجوز مثل العفاريت. وإذا بدك نصيحتي، طلعيهم من المدرسة وحطيهم شي إصلاحية. إيه لا، أنت زودتيها كتير بقى. إذا الحكي مو عاجبك، ضبيهم ولا تخليهم يقربوا على بنتي مرة تانية. بعدين بدل ما تضربيهم شي كفين ليتربوا، جاي عم تدافع عنهم كمان؟ إيه، بس إذا أنت أمهم ما فيني لومهم. امشي، امشي حبيبتي ولا بقى تقربي على هيك إشكال. يا مدام، التربية الحديثة بتقول إنه الضرب والعنف مع الأولاد غلط. والله أنا رح أشتكي عليهم وأقلعهم من المدرسة. وقتها فيك تاخديهم وين ما بدك وتربيهم هاي التربية الحديثة. يا خانم عم تسمعي؟ امشي امي، امشي. قال تربية حديثة. قال امي ما تخلي ابوها يذبحنا مشان الله. امي بالاول انا اللي بدي اذبحه هو ومرته السئيلة. عود انت واخوك لشوف. يلا عدوا لا تخلوني عصب عليكم، عدوا يلا لشوف. اسمعني منيح انت وياه، انا رح اروح لعند الانسة هلا لانه لازم احكي معه، بس اذا تحركتوا من هون رح اذبحك انت واخوك. عم تفهموا علي؟ عم تفهموا؟ المفروض انه هن بالدرس، فكيف بيقدروا يعملوا هيك؟ لما كنا قدهم وتفوت الانسة على الصف ما كنا نقوم من محلنا منوب. يا مدام، انا ندرت على اللوحة وهن بلشوا يشاغبوا ويضايقوها للبنت. بعدين لا تنسي الشغلة، الصف مو مخصص لاولادك وبس، وانا مضطرة دير بالي على الكل مو بس عولادك يا مدام. بعرف هالشي، اولاد صغار ومزحوا مع بعضهم، ليش مكبرين القصة هيك؟ بدك الصراحة ما حدا بالصف بيحب يلعب معهم، ولادك يا مدام كتير مأذيين. سامحيهم هالمرة، بس يرجعوا على البيت أنا رح أعاقبهم، وبكرة رح تشوفيهم تغيروا. بس يا مدام لما كسروا باب الصف حكيتيني نفس الحكي. طيب طيب خلص، معناها هالمرة بدي أحبسهم من الغرفة وأطفي الضوء عليهم شي ساعتين، وما رح طلعهم لحتى يعتذروا مني ويوعدوني يبطلوا هالحركات كلها. وإذا ما عقلوا رح أضربهم كمان. مدام رفيف، شوفي عم بحكي لك عن خبرة، هيك شغلات ما رح تأثر على أولادك. وبتصور إنه حكينا بهذا الموضوع، خديهم على أخصائي نفسي. مستحيل، بدك يعني أخذهم على دكتور نفسي؟ ليش مين قال لك إنهم مجانين؟ شو هالحكي؟
ولا بدك يعني أعطيهم مهدئات من هلأ؟ مستحيل، أصلا هن مو بحاجة، كل الأولاد هيك. خلص أنا هلأ راح أحكي مع المدير وبنقلهم على غير صف وخلصنا. مدام نسيتي إنه كل أنسات الروضة ما قبلوا يفوتوا أولادك على صفهم، وخصوصي من بعد الانهيار العصبي اللي صار مع الأنسة نور. إيه معناتها خلص. هلأ أنا في عندي حل. شو رأيك نحطهم كل واحد بصف لحال مشان ما يضلوا سوا، لأنه بس يبعدوا عن بعض ما عاد فيهم يشاغبوا مثل الأول. ما بظن إنه هالشي رح يفيد. ماشي رح نجرب هالطريقة كمان، هيك ما عاد يضايقوا حدا. بس إذا ما مشي الحال هالمرة بدك توعديني إنه تاخديهم على أخصائي، اتفقنا؟ وإذا ما وافقتي رح نضطر نطالعهم من الروضة، لأنه شكاوي أهالي الطلاب عليهم كتيرة، وعم بيقولوا إن أولادهم عم يتعلموا من أولادك شغلات مريحة. على أساس أولادكم ملايكة وبس أولادي هن اللي مو منحهم ومربيين؟ شو هاد؟ ما في مشكلة، خلص رح فكر أخذهم لعند دكتور نفساني. أنا بعرف أولادي، إذا فرقتيهم عن بعض ما في أحلى وأهدم منه. صدقيني هن كتير زراف وأذكياء، بس أحيانا بيشاغبوا مثل كل الأولاد. خلاص لا تاكليهم، أصلا أنا هددتهم وليكن قاعدين هونيك وما عم يتحركوا وكتير مرعوبين، وأنا كمان بالبيت رح حاكيهم وفهمهم ما يشاغبوا بكرة، وإن شاء الله ما عاد تشتكي منهم من اليوم ورايح أبدا. أسلم، لا تواخذيني، يلا بخاطرك، مع السلامة. رفيق هلأ ما عادت مديرة البنك، هلأ صارت أم لولادي بس، وهالشخصية تعبتها كتير. كنه بقى امشي قدامي انت وياه، انا بفرجيكم بالبيت. الله يعينك لك بس. وبعدين معكم عدوا اسمعوني شوي، مو هيك مع رفيقكم بالروضة عم بحكي معكم، اسمعوني بقى. لك اتركوا من ايديكم المخدات واسمعوني. طيب رح أحرمكم أسبوعين، لا شهرين، أحسن أحسن، رح أحرمكم شهرين تتفرجوا على التلفزيون. ليس كأنه ما عم بحكي معك. لك يا ليس وين حطيتوا اللاسلكي؟ جاوبوني وينه؟ ألو؟ مرحبا رفيف. أهلين نرمين، كيفك؟ منيحة، أنت كيفك؟ والله رح أجن من أولادي. دخيلك ما تزعلي مني، كان لازم أتصل فيك وأطمن عليك، بس صدقيني ما فضيت. شو صار معك أنت وبهجت بعد ما رجعتوا؟ قصدك مشان القصة اللي صارت بالسيران؟ لا مشي الحال، تعرفي بهجت لما بيشرب بصير بيخبص شوي. بعرف، اتصلت فيكي لأنه في موضوع كتير مهم. شوفي، لا لا مو على التليفون، بكرة الصبح خلصي شغلك بكير وتعي لعندي على البيت، خبرت بقية البنات. الموضوع بخصوص هناء. خير شو القصة؟ تعي انتي لعندي، والله شغلتي لي بالي. لا تعي انتي بكرة لعندي مشان احكي لكم. شغلتي لي بالي لمن دقيتي لي؟ شو ما فرقتون عن بعض؟ ما قدرنا، والله ما عم يرضوا يفترقوا عن بعض ابدا. هلا هي القصة؟ معقول مو قدرانين على ولد صغير؟ امسكيه من ايده وطالعيه من الصف. ما فينا نستعمل العنف مع الولاد، الوزارة كتير عم بتدقق على هذا الموضوع. والله بعرف هالشي، ليش انا قلت لك اضربيه، بتمسكيه من ايده وبتقولي له خلص حبيبي انت بدك تطلع من الصف وخلصنا، ورح يطلع معك. مفكرة القصة بهالبساطة؟ ايه. إذا هيك شايفة شو رأيك تفوتي وتجربي بنفسك مدام؟ ماشي، أنا هلأ رح طلعه من الصف قدام عيونك مشان ما تقولي إنه التعامل مع أولادي صعب وبيعزل. تفضل. يسلموا إيديك. شو عم تساوي هون؟ قوم يلا. ما بدي بعد عن ما رح تبعد عنه حبيبي، بس تريك الطب. بكيني بقلك ما بدي بعد عن أخي. خلاص ماما تركيني، بعدين كل شوي فيكن تشوفوا بعضكن. يلا قوم معي، قوم لشو. خلاص ماما تركيني بتضل. خلاص تركيني بتضل مع أخي. حبيبي رح تضل تشوفوا بعض كل شوي. خلص بقى تقوم معي. يلا شوفوا شو بتعذبوني. بضل معه بضل معه. خلاص ماما تركيني بتضل سوا. شو هاد ليس؟ وعي بتعذب ماما ليس. طلع لي خلي أكتر من هيك. قوم يلا عطاك هالطاولي. لك شو صاير لك يا عطاك؟ خلص طب ذوق بقى يا سعيد. ليس الدكتور كريم كتير شاطر بمشاكل الولاد، خديهم لعنده أكيد رح تستفيدي.
ما بعرف بس خايفة انه يعطيهم ادوية ومهدئات. ما بظن، بس على كل هو بيقرر. انت لا تضايقي حالك، وصدقيني انا عم ساوي هيك كرمال مصلحة ولادك. يسلم. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.